بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من جديد من فقرات تعليم اللغة الفرنسية مع كتاب ليغ إي كومبخوندغ. ثم عندنا هذه القصة الصغيرة كما نلاحظون، عندنا voici une petite histoire، ها هي صغيرة قصة، ها هي قصة صغيرة، هي قصة صغيرة. Voici une petite histoire. Le mendiant. Voici c'est le mendiant. طبعا تكلمنا فيما سبق عن le verbe mendier. تكلمنا عن فعل شحاتة. إذا le mendiant الشحات. C'est dimanche. C'est dimanche. إنه يوم الأحد. C'est dimanche. إنه يوم الأحد. طبعا عند المسيحيين تنتكلموا على le dimanche. بحال اللي عندنا حنا يوم الجمعة، إذن تقريبا عنده هذا المعنى. إلي ميدي، إنه منتصف النهار. الفيبو، الفيبو هو يفعل جميل. طبعا هذا الصياغ بهذا الشكل تتعني بأن الجو جميل. الفيبو الجو جميل. كما نقول هنا يفعل جميل، طبعا هاد إل تتعود على الجو. نقول مثلا الفيفخوا، إذن الجو بارد. الفيشو الجو حار. الفيشو الجو حار إلى غير ذلك. نقول أحيانا البلو، إذن هو يمطر. البلو هو يمطر، المقصود أن الجو يمطر. بعض الحالات هاد إيل تتعود على الجو. سي ديمونش إنه يوم الأحد. إلي ميدي، إلي ميدي إنه منتصف النهار. ميدي المقصود بها 12 أو منتصف النهار. On frappe à la porte de la maison. On frappe à la porte de la maison. On frappe. كما نقول أننا نضرب، أنه ضرب. ضرب à la porte، على الباب. De la maison، باب المنزل. هاد on تنستعملها للإشارة إلى أشخاص لا نريد ذكر أسمائهم، أو لأننا لا نعرفهم إلى غير ذلك. On frappe. كما نقول هنا il frappe هو يضرب، ولكن ما عرفناش شكون اللي تيضرب. il باش نتكلموا على il خاصنا نكونوا ذكرنا الشخص. إلا كنا تنتكلموا على il خاصنا نكونوا من قبل منها حددنا شكون هو هاد il. ماشي بحال عندنا هنا il est midi، هنا هاد il ما تتعوش على شخص. هادي il كما نتكلم عن الوقت. il est midi هل تتعود على الوقت هنا. إنه منتصف النهار، الوقت هو منتصف النهار الآن. بحال عندنا هنا إيل تتعود على الجو. إذا هاد إيل ما تتعودش على الشخص، ولكن عندما نتكلم عن إيل في حالات أخرى فقبل منا تكون ذكرنا الشخص. هنا طبعا كأننا سنقول هنا إيل فخاب هو يضرب. هاد أون و إيل و إل طبعا الفعل بعد منهم تيكون بنفس الشكل. بحال اللي عملنا هنا إيل الفعل تيبقى ما تتغيرش، إلا عملنا إل الفعل ما تتغيرش، وإلا عملنا أون الفعل ما تتغيرش، ولكن إلا عملنا مثلا نو الفعل غيتغير. طبعا غيتغير في الصرف لأننا غنتكلمو على الجمع. إذا اللي معروف طبعا في اللغة الفرنسية أن أون إيل إل الفعل تيبقى نفسه، تيبقى عندو نفس لي تيرمينيزون. إذا نقول مثلا نو فخابون، ما غنقولوش لن نقول هنا نوفخاب. نوفخاب هاد اون الفعل تبقى نفسه. هاد اون تتعود على شخص، تعود على شخص غير معروف هنا. اون فخاب كما نقول انه ضرب، بمعنى اخر انه قرع. على بورت على الباب. دو لا ميزون اذا ضرب الباب، بمعنى اخر سمعنا الضرب على الباب ديال المنزل. بمعنى آخر سمع ضرب أو قرع على باب المنزل. أون فخاب، أون فخاب à la porte de la maison. إذن ضرب على باب المنزل. غنشوفو شكون اللي ضرب على الباب ديال المنزل. va ouvrir la porte Mina دي مامون. va ouvrir la porte Mina دي مامون. إذن va هذا لو فيرب ألي، ولكن في الأمر va نقول va اذهب. ouvrir
افتح لا بورت. طبعا اوفغير ما غيتصرفش لانه جاء بعد فعل اخر، لانه جاء مباشره من بعد فعل اخر اللي هو لو فيرب الي. اذا الفعل التالي ما تيتصرفش ولكن تبقى عنده المعنى ديالو. فا اوفغير، اذهب لتفتح لا بورت، او اذهبي لتفتحي لا بورت. الباب مينا يا مينا، دي ماما تقول الام. اذا الام هي اللي قالت لبنتها فا اوفغير لا بورت مينا. اذا ذهبت مينا لتفتح الباب. بونجور ما بتيت، دي اون غروس فوا. يوم سعيد ما بتيت، صغيرتي، دي اون غروس فوا، دي اون غروس فوا. يقول صوت ضخم، يقول صوت ضخم. طبعا الصوت في اللغة الفرنسية كلمة مؤنثة، لذلك سنقول هنا اون غروس ضخمة، كما نقول هنا صوت ضخمة، نتكلم عن صوت ضخم. بونجور ما بتيت، دي اون غروس فوا. يوم سعيد صغيرتي، يقول صوت ضخم. بمعنى آخر نتكلم عن رجلنا، لو كان صوتا رقيقا لكانت امرأة أو طفل أو طفل أو ابن مثلا. إذن سيتان بوف مونديو، إنه شحات فقير. سيتان بوف مونديو، إنه شحات فقير. إذا البنت عرفت من هو صاحب الصوت الغليظ الذي قال لها بونجور ما بتيت، دي اون غروس فوا، دي اون غروس فوا. سي ان بوفر مونديون. مينا لو كوني بيان، مينا لو كوني بيان، مينا تعرفه جيدا. طبعا عندنا هنا لو فيرب كونيتر، مينا لو كوني بيان، لو كوني بيان، مينا لو كوني بيان. اذا مينا تعرفه جيدا، لو كوني تعرفه. طبعا المقصود هنا مينا كوني بيان سو بوفر مونديون، مينا تعرف جيدا هذا الفقير الشحات. اذا طبعا حتى لا نعيد هد ان بوفر مونديون او بيان سو بوفر مونديون، اذا حتى لا نعيده سنعوض بهد لو. مينا لو كوني بيان، مينا تعرفه جيدا. il vient tous les dimanches، il vient tous les dimanches، هو يأتي كل الأحد، هو تيجي كل حدودة. il vient tous les dimanches، il vient tous les dimanches، إذا هو يأتي كل أحدات، كما نقول هو يأتي كل أحد. طبعا هنا عندنا les dimanches جمع أحد، il vient هو يأتي. طبعا عندنا هنا le verbe venir فعل أتى. il vient tous les dimanches، هو يأتي كل أحدات. il est aveugle، هو أعمى، هو أعمى. aveugle، aveugle. il est aveugle، هو أعمى، هو لا يرى. il tient une canne blanche، il tient، il tient une canne blanche. voilà c'est une canne blanche، regardez là c'est une canne، c'est une canne blanche. إذن هو يأخذ، هو يقبض أو يأخذ عكازا أو عصا بيضاء. il tient، طبعا عندنا هنا le verbe tenir، هنا ici le verbe tenir conjugué au présent. إذن عندنا فعل أخذ أو قبض إلى غير ذلك مصرف في البريزون، مصرف في الحاضر. il tient une canne blanche، إذن هو يأخذ عصا بيضاء، طبعا يستعمل هذه العصا البيضاء لكي يتحسس بها ما يوجد أمامه لأنه هو لا ينظر. إذن il tient une canne blanche، il a un petit chien noir، إذن il a un petit chien noir، إذن هو عنده كلب صغير أسود. أيضا هذا الكلب الصغير الأسود يساعده على تخطي الحواجز حتى يعرف الطريق أين هي، حتى يعرف مكان الطريق. إلى أن بتيشيا نوار، من الويدي،
من الودي. إذا من تقول له entrez, entrez, ادخلوا. Puis elle appelle sa maman. ثم نادت على أمها. Puis elle appelle. طبعا عندنا هنا لو فيرب appeler. On a ici le verbe appeler conjugué au présent. Entrez. Puis elle appelle sa maman. إذا قالت له entrez, ادخلوا. كان ممكن تقول entre, ادخل. لكنها فضلت هنا استعمال صيغة الاحترام entrez, ادخلوا. Puis elle appelle sa maman. ثم هي تنادي أمها. طبعا عندنا هنا tu liras plus tard la suite de l'histoire. Tu liras. طبعا عندنا هنا le verbe lire. On a ici le verbe lire. فعل قراءة. ولكن فاش مصرف؟ مصرف في المستقبل. مصرف المستقبل البسيط. Le futur simple. Ici on a le verbe lire conjugué au futur simple. Tu liras. أنت ستقرأ. Plus tard. قريبا. La suite تتمت de l'histoire. De l'histoire. تتمت القصة. إذا طبعا فيما بعد سنكمل هاد القصة بمعنى آخر. Tu liras plus tard la suite de l'histoire. أنت ستقرأ قريبا تتمت القصة. الفقرة الأخيرة Jeu de lecture silencieuse. لعبة القراءة الصامتة. Je طبعا نتكلم عن لعبة. نتكلم أحيانا مثلا عن les jeux أولمبيك، الألعاب الأولمبية. إذن بنفس الطريقة هنا جو دو ليكتور سيلونسيوز، لعبة القراءة الصامتة. شيرشي لو مو كي كونفيان، شيرشي لو مو كي كونفيان. إذن ابحثوا الكلمة كي كونفيان التي تناسب. المقصود هنا ابحثوا عن الكلمة التي تناسب. نأخذ مثلا العبارة الأولى Elle adore. Elle adore. هي عندها عجلتين. C'est l'auto. C'est l'auto. Ou bien c'est la moto. هل نتكلم عن السيارة أو الدراجة النارية؟ أو الدراجة النارية. إذا شكون اللي عندها جوج رويض؟ L'auto ou la moto. Elle adore. Elle adore. Elle adore. طبعا لاغو العجلة. إل أدورو هي عندها عجلتين. إسكو سي لوطو أو بيان سي لا موطو. بيان سور سي لا موطو. فوالا لو مو كي كونفيان. نو باسون لا دوزيام فراز. إلا دي غريف. إل أ دي غريف. هي عندها مخالب. لي غريف مخالب. إلا دي غريف. لو شا Le cheval. Est-ce que c'est le chat ou bien c'est le cheval? Et donc, il a des griffes. Il a des griffes. Il a des griffes. Est-ce que c'est le chat ou bien c'est le cheval? Elle a le cat ou le hessan? Le hessan n'a pas de griffes. Et donc, c'est le chat. Le chat ou le hando? مخالب. Pour la troisième phrase, c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. هي جيدة. المقصود أنها لذيذة هنا. المقصود هنا أنها لذيذة. C'est très bon. La brosse. La brosse. Est-ce que c'est la brosse? Est-ce que c'est la brosse? هل هي المشط؟ هل هي الفرشات؟ كلها تتسمى la brosse. Ou bien le rat. هل هو الفأر؟ لا بوم. لا بوم التفاحة. طبعا المقصود هنا لا بوم. سي تري بون سي لا بوم. جيدة جدا أو لذيذة جدا. إذا نتكلم عن لا بوم التفاحة. بور لا كاتخيام فراز سي رون. سي رون. سي رون. إنها دائرية. لا طابل. لا طابل. إذا عندنا المائدة لو بالون الكرة
لوبيفار لوبيفار. الورق النشاف الورق النشاف. طبعا اللي تلقوا دائما دائري سي لو بالو. طبعا لو بالو. طبعا لا طابل ممكن تكون رون ممكن تكون كاري او بيان ريكتانغولير او ممكن تكون مستطيله، ولكن لو بالو دائما يكون دائري. اذا سي رون هو دائري بيان سور سي لو بالو. اون فا شوازير لو بالو. Pour la cinquième phrase, il dort près du feu. Il dort près du feu. Oui, un homme. طبعا عندنا le verbe dormir. Il dort près du feu. Oui, un homme. Corbanar. Est-ce que c'est le cheval? Est-ce que c'est le cheval? Le bœuf ou bien le chat? Le cheval. Le cheval. Al-Hissan. Le bœuf. Al-Taur. Le chat. Al-Qit. Bien sûr, on va choisir le chat. On choisit le chat. Et dans son akhtar, al-qit. Nous prenons la dernière phrase. Il saute bien. Il saute bien. هو يقفز جيدا. طبعا عندنا le verbe sauter. On a le verbe sauter. Il saute bien. هو يقفز جيدا. Est-ce que c'est le vélo? Le cheval? Le car? Le car. Il saute bien. هو يقفز جيدا. Le mot qui convient, c'est le cheval. Le mot qui convient, c'est le cheval. كلمة المناسبة الكلمة التي تناسب le cheval يعني الحصان. إذن نستكمل الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.